أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة من تلفزيون العربي، معكم فيها أنا فدا باسيل. قوات نظام الأسد تحاول اقتحام الغوطة من محاور عدة، وألمانيا وفرنسا تحثان روسيا للضغط على النظام لوقف الهجوم. فكيف سيكون مصير الغوطة الشرقية في ظل عجز المجتمع الدولي حتى في تطبيق هدنة إنسانية؟ في الأردن تعديلات وزارية في حكومة هاني الملقي، فهل يخرج الأردن من عنق زجاجة أزمته الاقتصادية؟ ونختم برنامجنا مع وصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، فهل تتحرك عجلة المصالحة الفلسطينية المتعثرة؟ كونوا معنا. رغم موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار هدنة إنسانية في سوريا لمدة 30 يوما، إلا أن هذه الهدنة لم ترى النور على أرض الواقع. نظام الأسد بدعم روسي يحاول اقتحام الغوطة الشرقية من محاور عدة، بينما طلبت ألمانيا وفرنسا من روسيا الضغط على النظام السوري لوقف إطلاق النار باعتباره الأساس للتقدم نحو حل سياسي في إطار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية كان من المفترض أن تستمر 30 يوما، إلا أنها لم تدم حتى لثلاث ساعات. أعضاء مجلس الأمن وهم ما زالوا داخل القاعة، كانت الطائرات الروسية والسورية تملأ سماء الغوطة الشرقية وتدك أحياءها السكنية. ثم من يقول: ما فائدة قرار يتبناه مجلس الأمن الدولي إذا لم يطبق؟ يرجى من مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوقت. مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وقبل التصويت على القرار الذي ظل يراوح مكانه بسبب مماطلة روسيا وتأخيرها وبالتالي عرقلة إقراره، توقعت من موسكو خطوات جدية على الأرض. ولكن هل فعلا تكترث موسكو بهذا القرار حتى وإن كانت وافقت عليه ولم تستخدم الفيتو لنقضه؟ وهل يكترث النظام المنتشي بالدعم الروسي؟ ما تنفذه روسيا والنظام على الأرض يوحي بشيء مختلف تماما عن الهدنة. فالطائرات الروسية بدأت بشن غارات خلال التصويت وبعده على بلدات وقرى الغوطة الشرقية، فيما نفذت قوات النظام هجوما واسع النطاق ومن عدة محاور على الأجزاء الشرقية من الغوطة، منها حرستا والشوفانية وحوش الظواهرة. فصائل المعارضة المسلحة التي ما زالت تسيطر على أجزاء من الغوطة المكتظة سكانيا والمحاصرة من قبل نظام الأسد منذ عام 2013، أعلنت أن عشرات العناصر من قوات النظام قتلوا وأسروا في هذا الهجوم. إيران التي بذلت وتبذل كل جهد لحماية النظام كانت أكثر وضوحا من روسيا حول الغوطة الشرقية، إذ صرح رئيس أركان الجيش الإيراني بأن الأجزاء التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة غير مشمولة بقرار الهدنة، وأن ما وصفه بعمليات التطهير ستستمر هناك. أما الغرب والدول الأوروبية فيبدو أنهم يكتفون بالتصريحات والمطالبة اللفظية بوقف آلة القتل السورية والروسية. يقول البعض إن روسيا ونظام الأسد وإيران ماضون في مخططاتهم، بل لا يكترثون بالمواقف الدولية طالما أنها بقيت في إطار الكلام ولم تتحول إلى إجراءات واقعية على الأرض ليدفع أهالي الغوطة
ثمن صراع النفوذ كما دفعه من قبلهم أهالي حلب وحمص ودير الزور وغيرها من المدن السورية. ينضم إلينا من اسطنبول وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، كما ينضم إلينا من عمان اللواء فايز دويري الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن باريس علاء الدين بونجار الكاتب الصحفي. أبدأ بك سيد وائل علوان، النظام السوري يقول بأنه سيطر ناريا على ناحية النشابية بالإضافة إلى سيطرته على 5 قرى، ما هي المعلومات التي تأتيكم من الغوطة الشرقية؟ هل بالفعل تقدم النظام أم ما الذي يجري؟ نعم، أسعد الله مساءكم. أهلا بك. قبل قليل كنت أستمع إلى رسالة من قائد جيش الإسلام يقول فيها إن نقطتين قد سيطر عليهما قوات الأسد، سيطرت عليهما ونفذ جيش الإسلام هناك كمينا محكما راح به يعني عشرات القتلى من صفوف قوات الأسد، واستطاع جيش الإسلام استعادة السيطرة على النقطتين اللتان نفذتا. عن أي نقطتين نتحدث سيد علوان؟ نقطتين من جهة النشابية وحزرمة في تلك الجهات الواقعة جنوب شرق الغوطة الشرقية. طيب أتحول إلى لواء فايز دويري. لواء فايز، يعني من الناحية العسكرية كيف يمكن فهم تصعيد وتكثيف هذا التصعيد بعد ساعات من صدور قرار عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار؟ يعني سيدتي، أولا أنا أستغرب الترحيب العالمي بقرار مجلس الأمن. هذا القرار خضع لأسابيع لعمليات تجميل وترقيع، وبالتالي خرج بصورة غامضة يمكن تفسير العبارات كل حسب مصالحه. الآن تم استثناء المناطق التي تتواجد فيها تنظيمات داعش، القاعدة، النصرة، وهذه عبارة غامضة فضفاضة. يوجد من جبهة النصرة في الغوطة الشرقية 250 عنصر. هذا ما تقوله وهذا ما أكده السيد علوان في أكثر من مقابلة، ولكن لواء فايز اليوم ما يحاول القيام به النظام هو اجتياح كامل للغوطة الشرقية أم يحاول السيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية في محاولة لكسب الوقت قبل ما يفرض عليه المجتمع الدولي وقف إطلاق النار؟ لا، هو يحاول استعادة السيطرة على كامل المساحة المقدرة ب 102 كيلومتر مربع يوجد بها 400,000 مدني. لكن حتى هذه اللحظة كما تحدث السيد وائل لم تستطع قوات النظام أن تحقق أي إنجازات. هذه المنطقة يوجد بها عشرات الآلاف من المقاتلين تحديدا من جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وبنسب أقل من حركة أحرار الشام لديها خطة دفاعية تستطيع امتصاص الصدمات الأولى، وهذا ما جرى في هذا اليوم. لكن السؤال المطروح، هل العالم سيبقى ساكت عن الحملة الجوية الروسية حتى تضعضع البنية الدفاعية للقوات المقاتلة؟ هذه القوات تستطيع أن تصمد. هذا السؤال بالتحديد للسيد علاء الدين بونجار. سيد علاء الدين، هل يعجز المجتمع الدولي؟ يعني نجد أنه فرنسا وألمانيا تحثان بوتين على الضغط على النظام، هل يكفي ذلك؟ هل يعجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر التي تجري في الغوطة الشرقية أم أنه لا يريد ببساطة؟ للأسف يمكن أن نعترف صراحة بأن المجتمع الدولي، ما نسميه المجتمع الدولي، عمن نتحدث؟ نتحدث عن الولايات المتحدة التي يرأسها ترامب، نتحدث عن هيئة الأمم المتحدة التي تعجز في أن تخرج بقرار واحد. حتى ما لاحظناه مؤخرا سيد غوتيريش، يعني بعدما أبيد المئات في الغوطة الشرقية خرج بتصريح قصير. الآن نتحدث عن الدور الأوروبي، هذه المرة الثانية التي يخاطب فيها الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بوتين، ويترجوه يعني يترجيانه علّه يمكن أن يتدخل من أن يخرج من أجل بهذا القرار كما ذكر ضيفكم. هل يمكن سيد علاء يعني أن تثمر يعني هذه الدعوات؟ هل يمكن أن تثمر شيئا بالحقيقة طالما أنه قرار مجلس الأمن كما أشار إليه السيد فايز الدويري
الجزائري يعني أفرغ من مضمونه، لا نعلم متى سيتم تطبيق وقف إطلاق النار، لم يحدد أجال زمنية واضحة للبدء بوقف إطلاق النار، بقي ما يتعلق بتصنيف من هم إرهابيين يعني تصنيفا غامضا فضفاضا تفسره روسيا حسب ما تريد. سيدتي، بموازاة ما كانت هناك من مفاوضات في مجلس الأمن، كانت هناك أيضا مفاوضات على أرض الواقع تتم ما بين المعارضة، ما بين النظام، وما بين أيضا روسيا. وبالتالي هذا المجتمع الدولي، أوروبا هي بعيدة عن هذه المفاوضات الميدانية، وبالتالي هي بعيدة عن أن تكون لديها القدرة على التأثير على الواقع. مستشار الدفاع للرئيس الفرنسي قالها صراحة: نحن خارج اللعبة، يمكننا أن نتدخل فقط في الشق الإنساني، في أن نجمع الجميع حول حل دبلوماسي بالحديث، ولكن لا تملك فرنسا ولا تملك ألمانيا ولا تملك الاتحاد الأوروبي أن يتدخل ميدانيا في سوريا. حاليا لافروف قالها قبل بدء هذا الاجتماع: يمكن أن نخرج بقرار، ولكنه قرار سيكون فارغ المحتوى ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. وهذا ما تم وما يتم بشكل مختصر. قبل ما أرجع للسيد علوان، عندما أشرتم إلى أنه بوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات داخل مجلس الأمن كانت تجري فيه مفاوضات مع المعارضة السورية، إلى ماذا تشيرون، إلى ماذا تؤشرون في قولكم هذا؟ سيدتي، سمعنا بأن هناك مفاوضات مع فصائل في المسلحة في المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية من أجل أن يكون هناك إخراج للمدنيين. هناك البعض وافق والبعض لم يوافق، وهذه الخيوط على الأرض لا دخل للاتحاد الأوروبي وفرنسا، على الأقل فيها الحلفاء فرنسا لا يملكون أن يؤثروا في الميدان حاليا، وبالتالي فرنسا وإيران يملكون خيوط المسألة، ربما الولايات المتحدة أيضا. طيب سيد علوان، بدي أسمع من السيد علوان تعليق على ما ذكرته سيد علاء الدين، لا سيما أنه كان في كلام عن مفاوضات روسية تجري برعاية مصرية أيضا، والجانب الروسي قال بأنه فشلت هذه المفاوضات لأنه الفصائل المسلحة على الأرض تعنتت في إخراج جبهة النصرة. نعم، طبعا لا يوجد الآن أي مفاوضات مع الجانب الروسي، وما تذكره روسيا هو مفاوضات منتصف العام الماضي، حيث وقع جيش الإسلام برعاية مصرية اتفاق، ووقع فيلق الرحمن في جنيف اتفاق أيضا كلاهما مع الجانب الروسي. فيلق الرحمن وقع في 16 من أغسطس آب 2017، وجرى مباحثة موضوع إخراج عناصر كانوا منتسبين إلى هيئة تحرير الشام، والفصائل العسكرية فيلق الرحمن وجيش الإسلام في شهر 11/2017 قدموا للروس جميع جاهزيتهم والأمور الإجرائية المتعلقة بإخراج هذه العناصر مع ذويهم. تم بحث قوائم أعداد هذه المجموعات، تم بحث طريق إخراجهم ومن الذي سيشرف على إخراجهم. الروس كانوا قد تكفلوا وضمنوا إخراج هذه العناصر، تم رسم خريطة وصولهم إلى قلعة المضيق في الشمال السوري. طيب، عندما تقولون سيد علوان، تم التوافق عليها، سيد علوان، والروس هم عندما تقولون بأن الروس ينفذ، الروس هم من يعني تكفلوا بإخراج هؤلاء، وذلك منذ نحو عام يعني أو منذ أشهر، بأغسطس آب أنتم وقعتم. اليوم هل أنتم قادرون على دفع هؤلاء للخروج؟ يعني ما دور الفصائل المسلحة على الأرض في إخراج هؤلاء، على الأقل لسحب الذريعة من النظام السوري ومن الجانب الروسي؟ نعم سيدتي، لابد من الإشارة إلى نقطتين هامتين. النقطة الأولى هو أن هي أن الغوطة الشرقية محاصرة حصار مطبق، يعني لابد من فتح معبر لإخراج هؤلاء إلى الشمال السوري، وبالتوافق مع الروس في أغسطس قاموا هم بضمان ذلك والتكفل به، والفصائل قامت بما عليها من الضغط الكامل على هؤلاء العناصر والذين ليس لهم أي نقاط قتال الآن وليس لهم أي مقرات عسكرية.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والتي هي بالغ الأهمية أن المنظور الروسي ومنظور قوات الأسد للتطرف هو أن كل من يطالب بالتحرر من نظام الاستبداد، كل من ثار على هذا النظام هو متطرف. لذلك هذه الذريعة يجب وضع حد لها. بالأمس وقبل أمس هناك تصريحات روسية وتصريحات من مندوب قوات الأسد تقول إن أصحاب القبعات البيض هم مرتبطون بتنظيمات متطرفة، أي الدفاع المدني. طيب. فكل من خرج على هذا النظام المستبد هو متطرف. سيد علوان، يعني ما هي الخيارات الموجودة لديكم اليوم في منطقة محاصرة منذ سنوات، اليوم تدك بالطائرات، وبالإضافة إلى هجوم بري تم استخدام تعزيزات لدخول هذه المنطقة؟ ما قدرة المعارضة أو الفصائل المسلحة في داخل الغوضة الشرقية على الصمود، وإلى متى؟ طبعا نعم، طبعا القدرة الميدانية على الصمود موجودة، مقومات الصمود في الغوطة الشرقية موجودة، هي تختلف عن السيناريوهات جميعها السابقة على سبيل المثال حلب أو غيرها. كيف تختلف؟ هنا الوضع مختلف تماما، والغوطة الشرقية يعني جربت مرارا وتكرارا بقوات نخبة النخبة من حرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وقد خسر رهانهم أمام صمود الغوطة الشرقية. خياراتنا هي الصمود والصمود والصمود، دفاعا طيب. عن النفس. عندما تقولون سيد علوان بأنها تختلف عن حلب، كيف تختلف؟ نعم، أقول إن مقومات الصمود هنا موجودة، يعني الكثير من الفوارق بين ما كان يحصل داخليا في حلب وبين المقومات الموجودة الآن في الغوطة الشرقية. حجم الفصائل الموجود الكبرى في الغوطة الشرقية، جاهزيتهم التامة للدفاع عن الغوطة، المعارك الطاحنة التي مارسوا فيها كل أنواع الخطط الدفاعية وحافظوا على صمودهم على الجبهات، وأطيح أمامهم جميع محاولات اقتحام كما أقول قوات نخبة النخبة من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة. هذا الكلام نتكلم عنه لمعارك مستديمة لمدة سنة كاملة. طيب سيد فايز الدويري، سمعتم ما يقوله السيد علوان بأن مقومات الصمود موجودة، ولكن دك البيئة الاجتماعية الحاضنة الاجتماعية للفصائل المسلحة على الأرض، كيف يؤثر عليها وإلى متى تستطيع الاستمرار في ظل هذه الهجمات؟ وعم نحكي نحن عن يعني الطائرات الروسية. يا سيدي دعيني أضيف نقطة واحدة للفرق ما بين حلب أولا وأحياء حلب الشرقية والغوطة. أحياء حلب الشرقية تم إخراج المسلحين لأنه كان هناك مقاربة تركية من أجل درع الفرات مقابل حلب الشرقية. الآن لا يوجد درع فرات ولا يوجد مقابل، إذا لا يوجد إلا إرادة الصمود. الآن البيئة الحاضنة أو البيئة المجتمعية 400 ألف مدني، يوجد تقريبا ما بين 40 إلى 45 ألف مقاتل، هم أبناء هذه المنطقة، متوسط العائلة 8. يعني الآن عائلات المقاتلين حوالي 250 ألف من أصل 400 ألف. إذا بمعنى آخر هؤلاء يقاتلوا دون العرض والعرض، وبالتالي لا يوجد أي خيار آخر أمامهم إلا القتال، حتى تكون هناك ضغوطات جادة على روسيا لإيقاف هجماتها. والضغوطات يمكن تحقيقها بتصريح من الرئيس الأمريكي أو باتفاق ثلاثي ألماني فرنسي بريطاني على غرار شرق أوكرانيا. هذا إذا كان المجتمع الدولي صادق، وإذا كان المجتمع الدولي يهتم بما يجري في الغوطة، وإلا ستبقى العمليات العسكرية قائمة وستبقى الغوطة لأسابيع عصية على الاقتحام. طيب تحدثون عن المجتمع الدولي، وهنا أتوجه للسيد علاء الدين. سيد علاء الدين، كان في رعاية إقليمية لمناطق خفض التصعيد، ماذا عن الموقف التركي الآن ضمن ما يجري في الغوطة الشرقية؟ وبالحقيقة ما هو مصير مناطق خفض التصعيد؟ يعني في كلام أنه بعد الغوطة الشرقية ستكون إدلب.
نعم هذا هو الواقع، مناطق خفض التصعيد نرى ما يحدث فيها من قتل واستعمال للبراميل المتفجرة. تركيا في عمليتها في شرقي سوريا هي منتقدة من طرف المجتمع الدولي، ولكن في الواقع هي تواصل هذا التنسيق المعلن مع روسيا مع الولايات المتحدة، حتى ولو كانت الاتحاد الأوروبي من فينا لأخرى ينتقد الأتراك. ولكن هل يمكن أن يعول أن يتم التعويل على الدور الأوروبي؟ الأكراد قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية لكن تم التخلي عنهم من طرف الأوروبيين، والآن يواجهون مصيرهم مع تركيا. فباعتقادي تركيا هي من الدول التي تملك خيوط أن يتم إيقاف كل هذا أمام مناطق خفض التصعيد. فإذا لم يكن هناك إقحام للصوت الأمريكي وللأسف الصوت الروسي، فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة على الميدان. طيب. على الميدان، لأن الباقي سيبقى معركة دبلوماسية. سيد علوان، يعني كان تركيز تركيا عندما صدر قرار مجلس الأمن على أن عفرين مستثنات من هذا القرار، رحبت بالقرار، ولكن هي من الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد. اليوم في تهديدات يقودها رئيس مركز المصالحة الروسي في إدلب للمعارضة المسلحة في إدلب بأنه سيكون مصيرها مشابه لمصير الغوطة الشرقية. ما حقيقة الدور التركي، الموقف التركي؟ هل انكفأ باتجاه اهتماماته الخاصة، مصالحه الخاصة، بغض النظر عن ما يجري في باقي سوريا؟ نعم طبعا، المواقف الإقليمية هي من الأهمية بمكان، والموقف التركي كان واضح إزاء الغوطة الشرقية والكارثة الإنسانية التي تحصل فيها. ومن أكثر التصريحات الإقليمية كانت تصريحات تركية حول إجلاء المرضى وحول ضرورة إدخال المساعدات وإيقاف حقيقي لإطلاق النار. كذلك هناك مواقف إقليمية من دول الخليج مثل أمير قطر وغيره من الدول، هناك مواقف من وزير الخارجية السعودية، لكن كل هذه المواقف تبقى هي مواقف إقليمية، أي تأثيرها أقل من الموقف العالمي، الموقف الدولي الذي يطرح الآن على منصة مجلس الأمن. وهنا طبعا نحن شكرنا المبادرة التي قدمتها الكويت، المشروع الكويتي السويدي، والذي تم طبعا التقزيم الكثير من أهميته بالتعديلات الروسية، أو دعيني أسميها المناورات الروسية. بالعودة إلى الموقف التركي تماما، هناك خلاف كبير جدا وفارق كبير جدا بين منطقة عفرين التي تحرر وتطهر الآن من الإرهاب، من منظمات انفصالية إرهابية لطالما عبثت بالمنطقة ولطالما أقامت شراكات مع نظام الإجرام المستبد. والفرق كبير جدا بين هذه المنطقة وبين الغوطة الشرقية التي فيها الجيش السوري الحر، فيها حاضنة شعبية ثورية، فيها مجتمع هو يطالب بإخراج الجسم الغريب عن الثورة السورية. لذلك هناك فرق كبير جدا بين أن يطلب من تركيا إيقاف محاربتها الفعلية للإرهاب في منطقة درع الفرات، وهناك طبعا احترازات كبيرة جدا من الجانب التركي بشراكته مع الجيش السوري الحر للمعركة هناك، احترازات من موضوع المدنيين أو أن يصاب أحد منهم بأذى أو أن يكون هناك أي انتهاكات. سيد علوان، يعني هناك من يرى بأنه تفسير كل دولة لمفهوم الإرهاب بشكل يعني وفقا لمصالحها الشخصية إنما يخرق هذا القرار، وإنما يؤدي إلى إفراغ هذا القرار من مضمونه. كان التركيز التركي يتعلق بعفرين أكثر مما كان يتعلق بالغوطة الشرقية كضامنة لمناطق وقف التصعيد. ما هي الأوراق التي تمتلكها في يدها، وهل بالفعل تستخدمها اليوم برأيكم؟ يعني العلاقات التركية الروسية هي أكثر هذه الأوراق التي استخدمتها تركيا، إن كنت قد فهمت السؤال بشكل صحيح، الصوت يصل إلي بشكل مشوش.
العلاقات التركية الروسية هي أكثر ما استفادت منه تركيا كأوراق للضغط من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري وتخفيف شدة المأساة عنهم. لذلك استغلت علاقاتها التي تحسنت بروسيا لموضوع وقف إطلاق نار ثم موضوع مسار أستنا، وإن كان لا يوجد هناك التزام به، إن كان هناك مراوغات روسية والتفاف على هذه المسارات وأن هذه اللقاءات بقيت حبرا على ورق لم تترجم، فذلك لأن المجتمع الدولي متخلي عن المسألة السورية. لا تستطيع تركيا بهذا التخلي الغربي الأوروبي الأمريكي أن تبقى منفردة في مواجهة حلف فيه دولة كبرى مثل شكرا روسيا. شكرا لك سيد علوان. وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن كنت معنا من اسطنبول، كما أشكر من عمان اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن باريس علاء الدين بونجار الكاتب الصحفي. بعد نجاحها باختبار حجب الثقة، رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي يجري تعديلا حكوميا شمل تسع وزارات. التعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت منتصف عام 2016. فهذه التعديلات ستكون حلا للأزمات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وهل سيخرج الاقتصاد الأردني من عنق الزجاجة كما قال الملقي قبل أيام؟ مولاي المعظم، صدرت إرادتكم الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة دولة الدكتور هاني الملقي. تعديل هو السادس من نوعه في عهد حكومة الملقي، يأتي بعد اجتياز الحكومة الأردنية امتحان الثقة من قبل مجلس النواب. مشاورات الساعات الأخيرة من الليلة الماضية حددت الملامح النهائية للتعديل: خروج الرجل الثاني في الحكومة العبادي ووزيري الداخلية والمياه، والوزيرات ما زلنا يحافظن على حقائبهن. فهذا تعديل مؤجل منذ عدة أشهر، لكن رئيس الوزراء يبدو كان بانتظار إنضاج هذا التعديل وأيضا اتخاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة وأدرجت ضمن الموازنة، فلذلك كانت أصبحت الرؤية واضحة لدى رئيس الوزراء في إجراء هذا التعديل، وأيضا خاصة بعد أن يعني تم تقديم مذكرة حجب الثقة في البرلمان، قدمها كتلة الإصلاح النيابي التابعة للإخوان المسلمين ومرت منها الحكومة بأغلبية ولم تسقط. نائبا لرئيس الوزراء، التعديل الجديد على الحكومة طال ثماني حقائب وزارية، وتعزيز الحكومة بنائبين للرئيس. قائمة الرئيس استكملت أركانها وسعى من خلالها بصورة رئيسية إلى تطعيم فريقه الوزاري بالمزيد من النخب الاقتصادية للحد من عجز الموازنة الذي وصل مراحل حرجة. المشكلة مع السياسة، السياسات المالية، السياسات الاقتصادية، نفس هذه السياسات لم تتغير سواء هذه الحكومة أو الحكومة السابقة، وبالتالي هذا لن يؤدي إلى أي تغيير مهم. التغيير الذي ينتظره الناس هو تخفيض الأعباء عليهم. هذا ويأتي التعديل في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حركة احتجاجات تطالب بإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب بعد موجة رفع أسعار طالت شريحة واسعة من السلع والخدمات. في ظل ما يشهده الأردن من حالة احتقان وغضب شعبي على النهج الحكومي الاقتصادي، يتساءل الأردنيون اليوم: هل سنشهد تغييرا في النهج الحكومي في ظل تعديل يوصف بالأوسع والأشمل؟ ليث جبور، التلفزيون العربي، عمان. ينضم إلينا من عمان الدكتور صبري البيحات وزير التنمية السياسية الأردني الأسبق، كما ينضم إلينا أيضا من عمان محمد البشير الخبير الاقتصادي الأردني. دكتور صبري، سمعنا في التقرير الخبير الاقتصادي وهو يقول بأن التغيير لا يؤدي إلى تغيير حقيقي، التعديل الوزاري لا يؤدي إلى تغيير حقيقي على الأرض. ما الدافع وراء هذا التغيير ولماذا استحداث مناصب جديدة؟ سيدتي، يعني في الأردن كلما يعني زادت شكوى الناس وتذمرهم من الأوضاع، كلما فكر رئيس الوزراء
بتعديل أو فكر جلالة الملك بتغيير الحكومة برمتها؟ يعني ما يريد الشارع الأردني هو تغيير في النهج أكثر من هو تغيير بالأشخاص، فالأشخاص لا يحلون مشكلة مهما كانت عبقريتهم إذا لم يكن هناك سياسات موجهة نحو يعني بناء اقتصاد منتج يخلق فرص عمل واسعة وأيضا يريح الناس في إجراءات تنعكس عليهم بالرضا. يعني هذا سادس تعديل يجريه السيد الملقي منذ 2016، شهد الأردن تظاهرات رفعت فيها شعارات كانت عالية النبرة. اليوم ما الذي يمنع الحكومات الأردنية المتعاقبة من تغيير النهج والرؤية لكيفية معالجة الوضع الاقتصادي؟ لماذا تبقى الخطوات في نفس الإطار وإن كانت تصعيدية في الفترة الأخيرة أو تصاعدية؟ يا ستي، يعني جرت العادة في اعتماد الأردن على مساعدات من الخارج، سواء من الدول المانحة التي لها مصلحة في استقرار الأردن أو من دول الجوار العربي. والأردن يعني دولة لم تكترث كثيرا في السنوات الأخيرة أو في العقود الأخيرة في إيجاد موارد واستغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال، لأنه كان في أزمات وأزمات متتالية. هذه الأزمات المتتالية حالت دون التفكير في استراتيجية طويلة الأمد، فكان التركيز على كيف يمكن حل المشاكل القائمة من خلال تسهيل علاقاتنا بدول الجوار وبالعالم، ولعب دور في المنظومة العالمية، لأن الأردن عرف بأنه أكثر دول العالم ربما التصاقا بالشرعية الدولية وخدمة ميثاق الأمم المتحدة، وهذا عاد عليه بكثير من الرضا العالمي والإعانات والمساعدات والدور الإنساني وما إلى ذلك. في الفترة الأخيرة تغير ذلك بصورة سريعة، لم تستطع الحكومات أن تتجاوب مع هذا التغير بالسرعة اللازمة، فلازال في نوع من التأخر في ترجمة فكرة الاعتماد على الذات، ووجدوا أنه من الأسهل اتباع سياسات جبائية تهدف إلى سد العجز أكثر من أن يفكروا ببناء اقتصاد له ميزة نسبية ويستفيد من علاقاتنا في التجارة الحرة مع دول العالم اللي فيها حوالي مليار مستهلك. يعني ونحن نتحدث عن الاقتصاد والوضع الاقتصادي للأردن، سيد محمد البشير، تغيير الأشخاص هل سينعكس برأيكم استراتيجية ورؤية مختلفة لمقاربة الوضع الاقتصادي داخل الأردن؟ في الفترة الأخيرة زادت الإيرادات، ولكن في نفس الوقت كان في ارتفاع لنفقات الحكومة، كما بقي النمو ثابت على مستويات متدنية. لماذا؟ أين يكمن الخطأ؟ لا شك أن هذا التغيير الذي حدث هو حل لمشكلة يعاني منها الفريق الوزاري أكثر منه محاولة لحل المشكلة الاقتصادي الذي يعيشه الأردن، لأن مشكلة الاقتصاد الأردني هي مشكلة هيكلية، بمعنى أن قطاع الخدمات يحتل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قطاع الصناعة والزراعة انحدر إلى مستوى 30%، ودون وضع سياسات مالية ونقدية وخاصة ضريبية تساهم في إنعاش الاقتصاد، فإن تشكيل الوزارة وتغييرها أو تعديلها دون إصلاح سياسي سيبقينا بنفس العنوان وبنفس النقطة. عندما تقولون سياسات ضريبية، ما المقصود؟ يعني الحكومة الأردنية رفعت الضرائب في الفترة الأخيرة، كما أنها رفعت الدعم عن الكثير من السلع، هل يعتبر ذلك سياسة ضريبية؟ ما هي المعايير لنجاح السياسة الضريبية؟
الانقلاب خلال العشرين عاما الماضية على ضريبة الدخل لصالح ضريبة المبيعات أدى إلى انكماش الاقتصاد، بحيث أثر ذلك على القوة الشرائية وساهم بشكل أو بآخر في تراكم الأموال لدى البنوك على شكل أرباح غير خاضعة للضريبة. بهذا المعنى أثر ذلك على القطاع الصناعي وعلى القطاع الزراعي، حيث أصبحت ضريبة المبيعات هي المعيار الحقيقي لواردات الخزينة، وأصبح موردها يزيد عن 3 مليار و400 مليون، بينما ضريبة الدخل تراوحت على 1 مليار دينار. وهذا يعني بشكل أو بآخر أن القوة الشرائية وتحمل الصناعة والزراعة إلى الأعباء الضريبية أدى إلى رفع نسبة البطالة، وبالنتيجة أيضا أثر على الميزان التجاري بشكل ملحوظ أكدته الأرقام الرسمية التي تحدثت عن تراجع نسبة النمو وتحدثت عن تراجع نسبة الصادرات، وهذا بالنتيجة أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، وحسب الإعلانات الرسمية أيضا إلى 18 والتي تقارب 30% بالواقع الفعلي. بهذا المعنى أستطيع أن أقول أن السياسات الضريبية التي انتهجت من قبل الحكومات المتعاقبة خلال فترة 20 سنة الماضية بإحلال ضريبة المبيعات محل ضريبة الدخل هو الذي أدى إلى هذا الانكماش، وبالتالي تغيير الوزراء لا يغير من حقيقة بالإضافة إلى تغيير الوزراء سيد محمد البشير التي تكبر. وهنا السؤال الدكتور صبري. دكتور صبري، بالإضافة لتغيير الوزراء تم استحداث مناصب جديدة، منها نائب لرئيس الوزراء السيد جعفر حسان الذي كان يشغل مدير مكتب الملك بوقت سابق. لماذا استحداث هذا المنصب وما الهدف منه، وكيف يمكن أن يخدم الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد؟ هذه ليست المرة الأولى التي يستحدث فيها هذا الموقع. لقد كان في هذا الموقع أحد عمالقة الاقتصاد في الأردن دكتور جواد العناني، ولم يعني يضع خبرته وفكره ونظرياته في خدمة الاقتصاد، بل على العكس عندما خرج من الموقع قال لو أتيح لي لعملت كذا وكذا وكذا. يبدو أن الأطر عندما يقال لو أتيح لي سيد دكتور صبري، عندما يقال لو أتيح لي، من هي القوى التي تمنع هؤلاء من العمل؟ يعني اليوم هنالك من يرى بأن السيد جعفر حسان هو موفد القصر للحكومة، وبالتالي المنصب هو سياسي وليس اقتصادي بالحقيقة، أو الهدف منه سياسي. أنا لا أظن أن شخص بعينه يستطيع أن يحرر الحكومات من النهج الذي استقر لعقود الآن، وهذا العقد أو هذا النهج هو نهج محاسبي أكثر منه اقتصادي. يعني بمعنى أنه كيف يمكن أن نحصل على عوائد أو واردات بصورة سريعة، يعني من خلال ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والرسوم وغيرها. الناس يعني يتطلعون إلى اختراقات في طريقة تفكير الحكومة، كيف يمكن أن يكون هناك مشروعات عملاقة، كيف يمكن هناك تعدين، عودة إلى التعدين، الشركات اللي تم خصخصتها ولم تستفد منها الخزينة كثيرا، إجراءات مكافحة الفساد، وعدد من القضايا التي يعتقد الناس أنه يمكن أن يكون لها أثر مهم. أظن أنه ليس في حساب هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة ولا ربما اللاحقة أن تلجأ لمثل هذه الإجراءات بمقدار ما هو ترتيق وترقيع ومعالجة أزمات قائمة بصورة سريعة، وهذا الأمر ربما هو الذي يقلق الكثير. سيد محمد البشير، المراقبين اليوم الأولوية لدى الحكومة ما هي؟ هل هي أولوية أمنية في الأردن أم أولوية اقتصادية؟ يعني أي أولوية تحملها الحكومة في ظل تغيير وزير الداخلية، أيضا تغيير الكثير من الوجوه وهذه التركيبة التي نشهدها؟ أه
لا شك أن العلاقة جدلية، لا يمكن لنا أن نعالج المسألة الأمنية دون معالجة للوضع الاقتصادي، لكن كليهما يرتبط ارتباطا مباشرا بالإصلاح السياسي الذي ننشد. دون إصلاح سياسي حقيقي فإن القضية الاقتصادية والقضية الأمنية والقضية الاجتماعية ستبقى تتدحرج انعكاسا لممارسات سياسية. أصبح الأردن بعد هذا العمر الطويل من تاريخ الدولة الأردنية أصبح ضرورة ملحة، بعد أن أصبحت المديونية وأصبح الانكماش الاقتصادي هو العنوان الأبرز، وانعكاساته بشكل واضح بالعنف الذي نعيشه في أكثر من مكان. أما بالموضوع الأمني فالموضوع الأمني موضوع تتداخل فيه القوى الإقليمية والقوى الدولية، ولا شك أن القضية الأمنية مرتبطة بشكل أو بآخر في ضرورة هذا الإصلاح السياسي الذي يعقبه إصلاح اقتصادي باعتقادي. محمد البشير الخبير الاقتصادي الأردني كنت معنا من عمان، كما أشكر أيضا من عمان الدكتور صائب لير بيحات وزير التنمية السياسية الأردني الأسبق. في إطار تحريك مسار المصالحة الفلسطينية المتعثر، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. كما توجه أيضا وفد من حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إلى القطاع. ويشهد اتفاق المصالحة بين الحركتين الموقع في القاهرة في أكتوبر تشرين الأول الماضي حالة من الجمود إثر خلافات بين الحركتين واتهامات متبادلة بتعطيل استكمال المصالحة. من بين الملفات الشائكة يطل الوفد المصري على ساحة غزة، حراك يأتي عقب أسابيع من التعثر في ملف المصالحة الفلسطينية وما تخللها من تصريحات متبادلة بين حماس وفتح بشأن الأوضاع في غزة. حماس التي لا يزال وفد من قيادتها في القاهرة تجدد تأكيدها ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مطلع أكتوبر الماضي. ما يعني يعيق المصالحة هو عدم الثقة والتلكؤ والإبطاء، ويعني تقديم ملفات عند الإخوة بفتح على حساب ملفات. إحنا نرجو في هذه المرحلة أن يعطوا ويولوا هذا الموضوع أهمية كبرى ويفسحوا المجال ويعطي الأمل للوفد المصري لإتمام يعني ما جاء به المراقبة وتسهيل التنفيذ ما تم الاتفاق عليه. لا نريد مفاوضات جديدة. وبينما تستعد الحكومة إلى عقد اجتماعها الأسبوعي بالتزامن بين غزة والضفة الثلاثاء المقبل، يجري الوفد المصري لقاءات مع أعضاء الحكومة الذين وصلوا إلى القطاع. كان اجتماع رائع جدا وتفاهمنا على بعض النقاط اللي احنا بحاجة نتقدم فيها خطوات إلى الأمام إن شاء الله باتجاه المصالحة. حاليا تكلمنا عن الجباية وتكلمنا عن بقية الموظفين اللي متواجدين حاليا في الوزارة وخارج الوزارة، وإحنا إن شاء الله كحكومة فلسطينية مصرين على المصالحة نتممها إلى النهاية. هاي توجيهات سيادة الرئيس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، وإحنا كوزراء واجبنا نقوم بكل قدراتنا اللي نحقق إن شاء الله المصالحة. وفي غزة لم تخفت الأصوات التي تحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع الإنسانية الصعبة، أوضاع تراهن الحكومة على حلها فور تمكينها من إدارة القطاع، بينما يبقى نحو 2 مليون فلسطيني يعانون منذ أكثر من 10 سنوات. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. ينضم إلينا من إسطنبول ماجد كيالي الكاتب السياسي الفلسطيني. أهلا بك سيد ماجد. سيد ماجد، برأيكم ما هي حظوظ نجاح الوفد المصري في دفع المصالحة الفلسطينية إلى الأمام؟ يعني منذ البداية كانت المصالحة الفلسطينية نتيجة عملية ضغط خارجي، وتحديدا نتيجة المداخلة المصرية في الموضوع الفلسطيني. للأسف هذا هو الواقع، لم تذهب حركة فتح وحركة حماس نحو المصالحة نتيجة
تولد قناعة ذاتية لديهما بأن المصالحة هي عملية ضرورية للوضع الفلسطيني، وخاصة بعد كل المتغيرات وبعد انهيار كافة الخيارات الموجودة في الساحة الفلسطينية، إن كان خيارات السلطة الفلسطينية أو خيارات حركة فتح أو خيارات حركة سيد حماس. ماجد كيالي، يعني اليوم في ظل انعدام الأفق في اتجاه أي سلام مع الجانب الإسرائيلي، وفي ظل الضغوط الأمريكية على حركة فتح وحركة حماس، يعني تصنيف قادة من حماس على قائمة الإرهاب بالإضافة إلى القدس والقرار الذي صدر من الجانب الأمريكي، هل تبدلت النيات أم أن هذه الضغوطات المفروضة على الجانبين هل ستدفعهما إلى مصالحة حقيقية أم أن الأمور ستبقى تراوح مكانها؟ يعني هو هيك مفروض، يعني مفروض قبل الضغوط الأمريكية أو قبل التحولات الأمريكية أو قبل الضغوط المصرية أو قبل المداخلات المصرية في الموضوع الفلسطيني، مفروض أنه هناك مصلحة وطنية لحركة فتح ولحركة حماس وللشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية بإنهاء واقع الانقسام بالساحة الفلسطينية، ولكن للأسف الأمور لا تجري على هذا النحو، بمعنى أنه مش المصالح أو مش المسؤولية الوطنية هي التي تملي على قيادات هاتين الحركتين التوجه نحو هذا الاتجاه أو نحو هذا الاتجاه. الحديث يدور عن عدة اتفاقات للمصالحة الفلسطينية منذ العام 2007، هناك اتفاق القاهرة واتفاق الدوحة واتفاق صنعاء واتفاق مكة، وصولا إلى الاتفاق الأخير الذي جرى من عدة أشهر. يعني الآن وبعد، يعني كما تحدثتم، بعد كل هالمتغيرات، بعد انهيار خيار السلطة الفلسطينية في الضفة بشأن اتفاق أوسلو، وبعد انهيار أيضا يعني عدم نجاح أو إخفاق حركة حماس في إدارة قطاع غزة أو بفرض خياراتها في قطاع غزة على الطرفين أن يتجهوا نحو المصالحة الفلسطينية، وطبعا نحو المصالحة الفلسطينية التي تعني إعادة بناء الساحة الفلسطينية على أسس جديدة. إحنا بحاجة بناء لمنظمة التحرير، إحنا بحاجة بناء للسلطة الفلسطينية، إحنا بحاجة بناء للفصائل ولكافة الإطارات الجمعية الفلسطينية. بدون ذلك، بدون الوعي وبدون المسؤولية وإدراك ضرورة إعادة بناء الوضع الفلسطيني وتبني خيارات فلسطينية جديدة مغايرة للخيارات التي تم انتهاجها في الفترة الماضية، سنبقى هنا. طيب، يعني في أي مؤشرات سيد ماجد كيالي على ما تذكرون؟ يعني معلوم هذا ما يأمله الجميع، ولكن هل في مؤشرات حقيقية على الأرض بهذا الاتجاه؟ لا، للأسف. يعني قادة حماس يتحدثون عن تفاهمات جديدة مع الجانب المصري، هذه التفاهمات هل تطال المصالحة الفلسطينية أم العلاقات المصرية مع حركة حماس؟ يعني مفروض انه التفاهمات تكون بين حركة فتح وحركة حماس، مفروض التفاهمات تكون في الإطار الفلسطيني، جيد ان يكون هناك تفاهمات يعني إيجابية وسليمة ولمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة منذ العام 2007، ولكن الأهم من هذا الموضوع، الأهم من الاتفاق، يعني الى جانب الاتفاق بين حماس وبين مصر، لازم يكون هناك اتفاق فلسطيني فلسطيني. طالما أنه فتح تتصرف في السلطة باعتبار في الضفة باعتبارها سلطة وليس التحرر حركة تحرر وطني، وطالما أن حماس تتصرف في قطاع غزة باعتبارها سلطة وليس باعتبارها حركة تحرر وطني، سنبقى في هذا المربع، مربع الأزمة الوطنية الفلسطينية. للأسف هذا هو واقعنا في الموضوع الفلسطيني. طيب، مرة جديدة اليوم يحكى عن حكومة إنقاذ وطني، هل هذا وارد؟ أتمنى، يعني أعيد وأقول أنني أتمنى أن ينجم عن هذه الجولات المكوكية أو الاجتماعات المكوكية، أتمنى أن ينتج عنها نوع من التوافق لإعادة ترميم الوضع الفلسطيني، أتمنى ذلك، ولكن للأسف لا أستطيع أن أراهن على ذلك على ضوء التجربة وعلى ضوء معرفتي بوضع حركة حماس ووضع حركة فتح. سيد ماجد كيالي، بالإشارة إلى وضع حماس، يعني هل وضع حماس اليوم يفرض عليها تنازلات أم أنه وضع حماس اليوم لا يدفعها إلى المضي قدما في المصالحة؟ وما سر هذه الزيارة الطويلة لمصر بتقديركم؟
لا هو ما مش المسألة مسألة تنازلات، المسألة أنه خيارات حماس أو النهج الذي انتهجته حماس لم يودي إلى شيء. اليوم إحنا عن نتحدث عن 10 سنين أو 11 سنة وحركة حماس تدير قطاع غزة، إلى أين وصل قطاع غزة؟ هذا واحد. وأيضا من حركة فتح ما مطلوب تنازلات كمان، أيضا حركة فتح خسرت في خياراتها إن كان باتفاق أوسلو أو في إدارة السلطة. إذن إحنا في مأزق، في أزمة فلسطينية شاملة يجب الوقوف عندها. من إسطنبول ماجد كيالي الكاتب السياسي الفلسطيني، شكرا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأخيرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.